يوم عظيم، يوم عظيم ولحظات فريدة تتعانق فيها معاني الفخر والاعتزاز بمن تحققت بإخلاصه الإنجازات التي مثلت وبحق وسام شرف وإرادة نجاح وتاج عزة وقصة كفاح. والآن يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق إشارة البدء لبوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والتطبيق الإلكتروني على الهواتف المحمولة الذكية للأخبار والخدمات الأمنية. يا فندم، استاذ سيادتك فندم، بإطلاق إشارة البدء. ويظهر الآن أمام حضراتكم على الشاشة الموقع الرسمي للوزارة، يتصدره خبر تفضل السيد رئيس الجمهورية بافتتاحه.